لو جينا للشياطين وصنف الشياطين، صنف الشياطين برضه في منها اقسام، في لهم ايش؟ مراتب، في لهم مراتب. من المراتب انه اول مرتبه او اصغر مرتبه عند العرب في اللغه شو بسموهم؟ بسموهم ارواح. يعني في اللغه، في اللغه كلمه روح، كلمه روح وقد تطلق على روح الانسان او على نفس الانسان. يعني ممكن ياتي وتمرق على احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه بيتكلم عن الروح تبعت الانسان، ولكن المقصد منها انها ايش؟ النفس. يعني يصف نفس الانسان بكلمه روح، هذا يجوز. وايضا روح الملائكه شو نسميها؟ ممكن ايضا نسميها روح، زي على سبيل المثال جبريل شو اسمه؟ اسمه الروح القدس. وايضا عند الجان، انفس الجان ايضا في اللغه ممكن تطلق عليها ايش؟ ايضا الروح او الارواح. فلما نقول الارواح عند العرب في اللغه عن الجان او من صنف الجان تسمى صغار الجان. صغار الجان يمكن يكون عمره 50-60 سنة، هذا شو بيكون اسمه؟ بيكون اسمه روح، لسه جن صغير. ان الجان بياخذ قديش؟ اعمار كثيره او كبيره. يعني ممكن يوصل الجني في عمره انه يوصل لقديش؟ 4000 5000 6000 سنه او 10000 سنه احيانا يكون عمر الجني، اعمار طويله جدا. وايضا شو بيقولوا؟ بيقولوا مثلا في كلمه عفريت او كلمه غول او الغول. الغوله من اصناف الجان، هي الجان او الشياطين التي تستطيع ان تتغير بشكلها بحيث يراها الانسان. يعني اصل الجان، اصل الجان، وكلمه جان اجت من فين؟ من جنى، في اللغه العربيه جنى، وجنى بمعنى اختفى عن النظر. فمثلا الجنه نسميها جنه لانك لا تستطيع ان ترى باطنها من ظاهره، من ايش؟ من تكاثف الشجر، عشان هيك تسمها جنه. والجنين في رحم الام شو بنسميه؟ جنين، لانه لا نرى بالعين ولكن نعلم وجوده، شو بنقول عنه؟ جنين، لانه يجن عن العين. والجني بنسميه جني ليش؟ لانه هو موجود ولكن لا نراه. والله سبحانه وتعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني هو بيشوفنا احنا منشوفوش، عشان هيك اجى اسمه الجن. هلا نوع الغوالي، نوع الغوالي شو بكون؟ بكون في عنده قدره، الله سبحانه وتعالى اعطاه القدره انه هو يتشكل بصوره يراها الانسان. وهي الصوره ممكن تكون ايش؟ ممكن تكون اي شغله، ممكن تكون حيط، شجره، كلب، ممكن تكون حيه، اي صوره اخرى قد يراها الانسان. فهذا نسميه ايش؟ الغول. كمان نوع من انواع الجان شو بنسميه؟ بنسميه العفاريت. العفريت، وقال عفريت من الجن. عفريت من فين؟ من الجن، يعني صنف من اصناف الجن. هذا العفريت ليش سمي عفريت؟ لانه اول شيء كقامه، صغير القامه، مش كبير، صغير القامه، ولكنه عظيم القوه وسريع. اهم ما يظن سريع، يعني اذا صار في الصحراء شو بيسوي وراه؟ عفرة من التراب. شو العفرة من التراب؟ يعني بسوي غيمة من الرمال لما تتحرك فيها، كيف لما تشوف سيارة تمشي بسرعة في الصحراء بسوي وراها ايش؟ بسوي وراها عفرة. فهذا العفريت لما يسير بسرعة شو بصير وراه؟ عفرة من التراب، شو بنسميه؟ عفريت، من شدة سرعته وعظمة قوته.